سائل يقول حكم الشرع في سواقة المرأة للسكوتر، مرأة هتركب موتوسيكل وتقوده، يمشي الحال ولا ما يمشيش؟ الأصل في وسائل المواصلات الحل للجنسين، فإن النساء شقائق الرجال إلا إذا ترتب على بعضها بعض المحاذير بالنسبة للنساء كانكشاف عورتها أو ضيق ثيابها عليها أثناء القيادة ونحوه، فتمنع من هذا الباب سدا للذريعة وليس باعتبار تحريم أصلها. إن احتاطت لذلك كان هذا الأمر على أصل الحل.